إذا للحديث بشأن التعيينات والتغييرات التي أقرها الكاظمي والمبنية على المحاصصة بحسب مراقبين، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الدكتور هلال الدليمي الكاتب والباحث السياسي. دكتور هلال السلام عليكم. يعني بحسب تصريح لتحالف الفتح فإن تعيينات الكاظمي في الحكومة الجديدة تضمنت أسماء متهمة بالفساد المالي والإداري، ما الذي يدفع الكاظمي كي يستعين بكوادر عليها شبهات فساد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اسعد الله مساكم كل خير، تحيه لكم ولمشاهدي قناه الرافدين والعاملين عليها. قضيه نامل خيرا من هذا القدر الفاسد، هذا كلام يجب ان نغادره تماما. كل من اتى به المحتل وكل من هو من رحم هذه العمليه السياسيه لا يستطيع ان يغير شيء، لانه محكوم اولا بالدستور الذي يحدد له صلاحياته حسب المحاصصة الطائفية المرفوضة شعبيا والتي دفع الشعب العراقي ثمن هذه المحاصصة غاليا ولا زال يدفع بالشهداء والاغتيالات وما إلى ذلك. الشيء الثاني أن المتأملين خيرا من الكاظمي، قلنا منذ البداية أن هذا الرجل لن يحيد عن خطى من سبقوه، وأما الزوبعة الإعلامية الذي يظهر بها هنا وهناك ما هي إلا حقيقة خداع واضح كشف سريعا منذ الأيام الأولى لتوليه السلطة في العراق بتوافق طائفي واضح. التقسيم الطائفي والمحاصصة هي الأساس الذي بنيت عليه هذه العملية السياسية، وبالتالي لا يمكن أن يغادروها إلا أن تزال هذه العملية السياسية بالكامل. يعني الذي يتابع التصريحات ويقارنها بالأفعال يجد أن الأفعال متطابقة مع الذين سبقوه تماما، ويسير على نفس النهج الطائفي وعلى نفس النهج المحاصصة، ولا يستطيع أن يتخذ قرار سيادي أو قرار يخص العراق إلا بالرجوع إلى أصحاب المال الحرام. طيب دكتور، والفاسدين وتعيين الفاسدين، لأنه هو لا يملك غير هذا. يعني من أين يأتي والكابينة كلها محسوبة ومحصورة في هذه المسميات وتدوير النفايات للشعب العراقي؟ دكتور حتى لا نغادر هذه النقطة، ولكن الكاظمي أعلن من أول يوم أنه سيحارب الفساد، أيضا سرب مقطع مصور مشهور وهو يقوم بتوبيخ شقيقه لطلبه واسطة لتمرير بعض الأعمال، هل تغير الخطاب دكتور هلال؟ هذا الكلام حقيقة الدعاية الإعلامية، وأنه يخاطب شقيقه بهذا الكلام كله ضحك على الشعب العراقي. هو طائفي بامتياز، وهو من رحم هذه العملية الفاسدة، وهو فاسد بامتياز أيضا، لأنه كان يترأس جهاز المخابرات لفترة ويعرف كل مزايا الفساد ورجالها وكيف تدار العملية، وهو جزء منها لن يخرج منها. هذا الكلام كله أراد أن يظهر هذه الإبرز عضلاته أنه هو يريد يحارب الفساد. كيف تحارب الفساد وأنت تأتي بأشخاص عليهم شبهات فساد ثابتة؟ يعني ليست اتهام، وإنما هناك جهات رسمية عراقية داخل ضمن العملية السياسية والهيئة النزاهة وغيرها من المؤسسات القضائية أشرت قضايا فساد كبيرة على هذه الأسماء وقسم منها أو جميعها. طيب، فإذا قضية محاربة الفساد بالفاسدين هذه نظرية جديدة لم يألفها العالم. طيب، يعني أنا لما تحدث عن رئيس وزراء يريد أن يغير حال خرج من أجل تغيير الشعب العراقي ودفع ما يقارب 1000 شهيد، ولا تزال عمليات الاغتيال قائمة بإمرة الحكومة وبرعايتها، ولا زالت الناشطين يغتالون يوميا. أين المحاربة الفساد؟ أين من قال أنا أقف مع المتظاهرين؟ وهذا الكلام كله للدعاية الإعلامية. طيب، أما واقع الحال يشير إلى عكس ذلك تماما. على ذكر الدعاية الإعلامية، نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء العرجي يقول الكتل السياسية ترفض تعيينات الكاظمي في العلن لكنها تؤيدها في السر، هل من تفسير لذلك دكتور؟ لأنهم اتفقوا عليها قبل أن يعلنها. طيب، بس
نعم، وكالة رويترز أيضا تقول أن التغييرات والتعيينات نجمت عن صفقة سياسية بين الكاظمي من جهة وقيادات الكتل الشيعية من جهة. كيف يمكن فهم التعيينات على هذا النحو دكتور هلال؟ أولا الكاظمي هو من عباءة الطائفية، فبالتالي لا يستطيع أن يفعل شيء إلا أن يلبس هذه العباءة، وهو يلبسها بامتياز. وأفضل من وصفه أحد العاملين، قال رشح فلان لأنه ثلث إيراني وثلث أمريكي وثلث عراقي، وأنا أعتقد الثلث العراقي هو لحصاد ما تبقى من ميزانية العراق وإيداعه في جيب الفاسدين. أما واقع الحال أنه الكتل الشيعية هي التي تدير، وإيران حقيقة ليست الكتل الشيعية. عندما نقول الكتل الشيعية ربما نظلم الشيعة، لكن الكتل الإيرانية داخل هذه المنظومة السياسية التي أتت بها إيران وباركتها الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تتحكم في قرارات البلد. ولاحظ أنه المسميات الرئيسية في القضايا الحاكمة تذهب إلى التيار الصدري، تذهب إلى دولة القانون، وتذهب إلى حزب الفضيلة، وتذهب إلى فلان. نعم، لا يوجد في العراق إلا هذه المسميات. لا يوجد كفاءات عراقية ممكن أن يخرج الإنسان خارج هذه العباءة النتنة التي كتمت على صدر العراق منذ 2003 ولحد الآن، ونأتي بأشخاص على الأقل مهنيين، مهني خارج حدود هذه التسميات، لا يستطيعون، لأنه هو مكبل بقيود هي اللي أتت به إلى هذا المكان. لولا هذه القيود التي وافق عليها وتم أنه يمرر لهم ما يريدون لما تسلم هذا المنصب، وكذلك غيره الذي سبقوه. هذا الكلام مكرر، عادل عبد المهدي قال سأحارب الفساد. نعم. وخرجنا بمظاهرات. نعم. أفسد من الذي قبله، وهو هذا سار على نفس النهج ونفس التصريحات. لكن العملية أنه متى يرفع هذا القدر الفاسد عن صدر العراق، هذا هو السؤال الكبير، لأن كل ما يدور وسيدور سيبقى يدور في نفس الحلقة الفارغ. نعم دكتور. نعم. من عمان الدكتور هلال الدليمي الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لكم.